هذا منهاج السنة، الجزء السابع، صفحة 153، منهاج السنة لابن تيمية. ولهذا كان الذي قتل عمر كافرا يبغض دين الإسلام ويبغض الرسول وأمته، فقتله بغضا للرسول ودينه وأمته. يعني هذه كلها هو كان في قلب قاتل عمر يعلم به. والذي قتل عليا كان يصلي ويصوم ويقرأ القرآن، وقتله معتقدا أن الله ورسوله يحب قتل علي، وفعل ذلك محبة لله ورسوله في زعمه، وإن كان في ذلك ضالا مبتدعا. والمقصود أن النفاق في بغض عمر أظهر من في بغض علي. أنا أسأل، ما الهدف من تنقيص علي؟ وعلى حساب من؟ عزيزي، يعني هذا ليس مبغض قال؟ فمن المبغض القال؟